بسم الله. إن شاء الله اليوم حنتكلم عن آخر معمل من المعامل بتاعتنا، هو فحص الحمل البريجنسي تيست. طبعا من أكثر الفحوصات وأشهرها، وطبعا بتكرر عندنا كتير بالمختبرات، سواء مختبرات العامة الخاصة أو اللي هو العيادات. هذا الفحص بنفحص فيه اللي هو هرمون الحمل اللي بيدلل على وجود الحمل، وبيدلل على نمو بطانة جدار الرحم، اللي هو الهيومن كرونيك جونادوتروبين هرمون. هيومن كرونيك جونادوتروبين هرمون، هذا الهرمون بيفرز من البلاسنتا المشيمة أثناء فترة الحمل. الهدف منه الأساسي طبعا أنه بيحفز بشكل عام بداخل الجسم، هو موجود دوري بيفرز مع اللي هو هرمونات البروجسترون من خلال المبايض نفسه الأوفري، وبيظلوا عندنا بالجسم يزيد. إذا طبعا صار في عندنا حمل، صار في فيرتلايزيشن، بيظل يزيد بداخل الجسم بحيث إنه يمنع طبعا عملية التبويض اللي بعد هيك، وإنه هذا بدل إنه زيادته وارتفاعه بنسبة كبيرة بداخل الجسم بدل على إنه صار عندي حمل، وبدت بطانة الرحم تنمو وبتكبر، بتظل يزيد طبعا عندنا بالجسم في أول مراحل الحمل لحد ما تقريبا الشهر الثالث من الحمل. بعد هيك بيبدأ يصير له عندنا ديكلاين. طبعا هذا الهرمون بيكون عندنا بالجسم زيادة تبعته زي ما قلنا عنه بعد اللي هو الإخصاب وعملية اللي هو الامبلانتيشن. المقصود الامبلانتيشن ان البويضة المخصبة تصيرها يعني تزرع في داخل بطانة الرحم وتنمو عليها بطانة الرحم. هذا الهرمون هو من الهرمونات، تعد من الجلايكوبروتين، بتكون من 2 سب يونت، له 2 سب يونت، الفا سب يونت وبيتا سب يونت. الالفا سب يونت احنا دائما مشهور بنسمع الفحص اللي هو البيجنسي تيست بيقولوا عنه بيتا ات سي جي، بسموه بيتا ات سي جي. ليه سمي بيتا ات سي جي؟ لانه احنا بندور على البيتا سب يونت، بندورش على الالفا سب يونت. طب ليش بندورش على الالفا سب يونت؟ لانه الالفا سب يونت هذا تبعته مشتركه مع هرمونات ثانيه عندنا بالجسم. زي ايش طيب الهرمونات هذه؟ هرمونات برضه تناسليه اللي هو زي اللوتينايزنج هرمون. يعني الالفا سب يونت موجوده في اللي هو اللوتينايزنج اللي هو ال اتش كذلك، غير هو البيتا سي جي، عفوا ال اتش سي جي هرمون اللي هو هرمون كورونيك جونادوتروبين. فعشان هيك حب الفحص تبعنا اللي هو البيجنسي تيست بيكون مخصص انه نكشف على البيتا سب يونت من هذا الهرمون، لانه يكون عشان يكون سبيسيفيك ويدل على مدى الزياده تبعته والنقصان في الحالات اللي احنا بنفحصها بحيث انه ياكد الحمل. طيب هذا الهرمون وين ممكن نلاقيه؟ موجود في معظم سوائل الجسم، بيفرز في اليورين، بيخرج من اليورين، بيطلع في الدم، هو اساسا بيكون في الدم وبكون في الامنيوتيك فلويد وبيصير له تصريف في اليورين. طبعا ممكن العينات تبعتي اللي نستخدمها له اللي هو عينه سيرم او عينه يورين لعمل ديتكشن له. القيمه تاعت هذا الهرمون بتضلها تزيد في الجسم زي ما قلنا من بدايه اللي هو الاخصاب لحد اللي هو الشهر الثالث من الحمل. بيبدا يعني البيك تبعته بتوصل عندي في الاسبوع السادس للثامن، بتكون هنا وصل معي البيك تبعته زي ما قلنا، يعني بيكون تقريبا بعد اللي هو الشهر من الشهر الثاني للشهر الثالث. بعد هيك بيبدا اللي هو يصير في نقصان بهذا الهرمون مع تقدم الحمل. طيب وقتيش بنعمل هذا الفحص؟ وقتيش بنطلب مني ينعمل هذا الفحص؟ إله أوقات مختلفة لعمل هذا الفحص. بينعمل الوضع الطبيعي اللي نحدد فيه الحمل أو من عدمه، يعني في ست حامل ولا لا كبريجنسي تيست. في الأغلب بيكون هذا كواليتيتيف تيست، يعني بوزيتيف نيجاتيف، بيسموه الرابيد تيست. أو ممكن نستخدمه كتيست في بعض الحالات لعمل كوانتيفيكيشن. عشان نعمل كوانتيفيكيشن لهذا الفحص في الأغلب هنا بنستخدم إحنا تقنيات اللي قلنا عنها الإلايزا الميونو سوربنت أسي. فعشان نعمل هذا الفحص بالنسبه للناس اللي هو بيكون وقتش بنطلب عندي يكون كوانتيتيف تيست في الناس اللي عندهم مشاكل. الناس اللي عندهم مشاكل بيكون عندنا جزئين، يا اما ستات حوامل يا اما ناس عندهم مشاكل تيومر. مشاكل التيومر هاد بالذات عند الفيميل ممكن تكون، او الميل مش شرط يعني انه فيميل، فممكن يزيد عندنا اللي هو البيتا اس جي في الميل عند الذكور بسبب يكون سرطان عنده صار في التستس، فبيؤدي لارتفاع هذا الهرمون عنده بالجسم، وهذا بيكون دلالة وجود اللي هو التيومر كتيومر ماركر. أما بالنسبة للستات الحوامل
بيتم بعض الستات بيكون عندهم حمل عندهم صعب، كمية الهرمون مش كافية، بيصير عندهم مشاكل في الحمل، في بطالة الرحم، في نموها، فبيقيسوا معدل خروج هذا الهرمون. الأصل إنه هذا الهرمون يكون بين الأسبوع مثلا الأول والثاني يصير عنده تضاعف، يعني مثلا أو بدل الحمل بيراقبوا فيه الحمل تبع الست بالذات في أول 3 شهور من الحمل. المفروض إنه الكمية تحت الهرمون تتضاعف أضعافها كل مرة عن المرة اللي قبلها. فإذا ما كانش بيزيد الضعف معناته أنا في عندي مشكلة في هذا الحمل، تمام؟ فبيراقبوا الهرمون هذا للستات اللي عندهم مشاكل في الحمل بحيث انه يطمنوا على وضع الجنين ووضع نمو اللي هو جدار الرحم عند الستات في اول مراحل اللي هو الحمل. طبعا هذا الكلام زي ما قلنا في عند الستات اللي عندهم مشاكل في الحمل. عملية آلية عمل الفحص، انه بيتم عمل هذا الفحص زي ما قلنا، ممكن نجيب عينات يورين او ممكن تكون عينة اللي هو سيرم. طريقة العمل اللي هي احنا بنستخدمها زي ما قلنا قبل شوي بالصورة، ممكن نشتغل على اللي هو الطريقة العادية اللي بسموه ممبرين بيز كاسيت السي، هي طريقة الكروماتوغرافي. بيكون هنا في فلتر بيبر، بنحط العينة، بيكون في الفلتر بيبر هنا في كوتد بمواد اللي هي سبيسيفيك انتي بادي ضد مين؟ ضد الهرمون بيتا اس سي جي. يعني احنا بندور اليوم على هرمون بيتا اس سي جي، لما يكون في عندي هنا بعض اللي هو الاجسام المضاده في داخل العينه هاي موجوده بداخل الفلتر بيبر نفسه مثبته. هاي الاجسام المضاده بيكون اول شيء عندي هنا اجسام مضاده مثلا هنا ضد اللي هو البيتا اس سي جي اللي احنا بندور عليه بالعينه تاعت مين؟ تاعت المريض. هذا الانتي بادي اذا كان في البروتين هذا موجود في داخل العينه حيرتبط معها وحيطلع معي خط، مش موجود مش حيطلع معي خط، حيطلع معي نيجاتيف. طب الكنترول ليش بيطلع معي خط هنا؟ الكنترول هنا لازم يكون عندي بوزيتيف. اي ليش بوزيتيف؟ اذا كان هنا ما فيش اجسام مضاده او الانتيجين انا بدور عليه مش موجود عندي بالعينه هان، المواد والريجنت حتطلع وحتكمل معي المشوار، حيكون هنا في عندي دلاله موجود انتي بادي والريجنت حيتفاعل مع بعض بالانزيم حيعطي كلر، تغير بالكلر الموجود هان، لازم يعطي خط كلر. ليش؟ عشان يتاكد انه السائل مشى من اول الكاسيت لاخره، انه شغال. لما ظهرش هذا الخط معناته في مشكلة في مرور السوائل في داخل الفلتر بيبر، ما وصلتش الكنترول. فإذا ظهر الخط معاي ما ظهرش خط عند الكنترول، سواء كان ظهر عندي في التست أو ما ظهرش، هذا العين بقول عنها invalid. إيش يعني invalid؟ يعني العينة لا يمكن اعتماد نتيجتها، معناته في مشكلة في سير السوائل أو العينة في داخل الفلتر بيبر. هنا الكاسيت هذا بنرميه وبجيب كاسيت تاني بنفحص لعينة المريض، تمام؟ لازم يطلع عندي خط الكنترول، ما طلعش خط الكنترول معناته انا في عندي مشكله في هذا الكاسيت لازم اغيره. طبعا بعد بشوف خط الكنترول بتطلع على خط اللي هو السامبل تبعتي الموجوده عندي. فيديو توضيحي للعمليه من حيث اللي هو البرنسبل العام لآلية العمل. زي ما احنا شايفين بيكون الكاسيت هنا المكان اللي بحط فيه العينه، وبداخله بكون عندي الفلتر بيبر. طبعا هذا صوره من صور الكاسيتات اللي بتيجي، هذه اللي قلنا عنها اللاترال فلو ميونو اسي كتقنيه موجوده عندي. بتكون عندي هنا بكون موجود اماكن اللي هو حط العينه هنا مكان هو السامبل بيد بنحط فيه العينه. بتبدا هنا العينه في المنطقه اللي هان في بعض المواد بتكون في انتي بادي كونجوجيتد وفي بعض اللي هو الكونجوجيتد الموجودة الآن اللي بتعطي كلر بعد تتفاعل مع اللي هو خط الكنترول أو التست لاين على حسب الفحص. ببعض الفحوصات هنا موجود عندي أكثر من تست لاين حسب البرنسبل تبع الفحص. اللي احنا الفحص تبعنا فيه عندنا بيطلع بس خطين فيه، تست لاين واحد والكنترول، ما فيش يعني خطين تست لاين واحد تست لاين وتست لاين اثنين، تمام؟ فاحنا عندنا خط اللي بيظهر فيه البوزيتيف بس خط واحد مش خطين، يعني ما بيلزمنيش أكثر من خط. الشغله الثانيه بالنسبه للي هو العوامل الاساسيه اللي هان اللي حتعطي للكنترول تخليه بوزيتيف كلها موجوده هان. اذا هذه المواد ما انتقلتش من المكان اللي هو الكونجوجيتد ريليزنج بيد من هان لهان، الكنترول زي ما قلنا بالصوره بالباوربوينت مش حيطلع معي عندي بوزيتيف، حيطلع عندي هذا البين معي نيجاتيف. فلازم عشان نكون نتاكد انه هذا الكاسيت شغال صح، لازم هذه المواد تتحرك وتمشي في داخل
الفلتر بيبر تصل للكنترول تعطي بوزيتيف. تمام. طبعا هذا بس اللي هو ابزور بس اذا كان العينه انا حطيت كميه كبيره، الباقي من العينه حيمتصوا في اخر شيء فلتر بيبر برضه تاني حتمتصه. طبعا هذا هو الفلتر موجود بيمشي فيه العينه من النيترو سيلولوز ممبرين اللي هو بيمشي فيه العينه. هنا بنحط العينه بتبدا تتفصل لاجزائها وبتتحرك زي ما حنشوفها لقيتها بتكمله الفيديو. طبعا العينات احنا مصادر العينات مختلفة، بهذا بتكلم هو بشكل عام للبرنسبل تبع الميون اسي اللتر الميون اسي. احنا بالنسبة لنا بنتكلم عن عينات يا اما ميل بلاد او يورين او اللي هو الامنيوتيك فلويد او سيرم، طبعا نفس الشيء. تمام. اين كانت نوع العينة هنحطها في السامبل ويل. بعد العينة حسيت تمشي بداخل اللي هو الفلتر بيبر، تبدأ هلقيت العينة تنتشر تنفصل جزيئاتها. المربعات مثلا الزرق هم اللي احنا الانتجين اللي احنا بدنا اياه، مثلا بيتا اس جي. هنا ممكن يكون البيتا اس جي مثلا له صابين الثانية، يعني يكون اكثر من تست لاين لانه مش مهم كتير بالنسبة لان احنا حاجة واحدة بندور عليها اليوم. هنلاحظ انه في عندي الانتي بادي زي ما انتم شايفين من هدول الصفر، هم الانتي بادي المخصصه ضد الهرمون تاع الحمل البي تي اس جي. تمام. الانتي بادي الحمر مخصصات برضه للبي تي اس جي، بس احنا عندنا بيطلع معانا في التست معنا خط واحد. هنا هو مكتوب عنده اكثر من انتي بادي لانه هو بفحص اكثر من شغله من البروتينات. ماشي. الادوات اللي احنا شايفينها هدول زي الدمبل معمولات هدول اللي عليها الصوره اللي هنا، هذه عبارة عن اللي هم الكونجوجيتد الجولد كونجوجيتد اللي بتعطي كلر، حترتبط مع الانتي بادي وتعطي كلر. اذا ارتبطت مع الانتي بادي زي اللي هو الكنترول الموجود خط الكنترول حتعطي كلر. تمام. هذول الانتي بادي اذا ارتبطوا مع خط التست لاين حيعطي عندي كلر لهم، لانه هنا عندي مرتبط معهم الانزيم سبستريت تبعته، اذا ارتبطوا معهم حيعطي عندي كلر رياكشن زي ما نكمل بالفيديو. زي ما انتم شايفين كيف عملت انا الارتباط، هيات هنا كل تيست لاين اخذ الانتي باد الانتيجين السبيسيفيك تبعه وارتبط معه. في من نوع مثلا احنا بدنا قلنا البيتا سي جي، هنا ممكن يكون هرمون ثاني او صب يونت ثاني من نفس الهرمون حيمشوا. لقيت هاي الكونجوجيتد لاين قلنا عنهم تاعت الخط الكنترول عشان يعطي لون وكلر في خط الكنترول، هذول ما وصلوش الكنترول مش حيعطي معي بوزيتيف. هي بدا يشبك، هي في هرمون بيتا سي جي شبك في اول تيست لاين انتي بادي موجود فيه حيشبك معاه حيعلم عندي كلر في التست تبعي، حيبدا يظهر عندي تغير بالكلر، حيظل الرياكشن يزيد يزيد مع مرور الوقت. تمام. احنا بالنسبه لفحصنا اليوم بس بكون في تست لاين واحد، ما فيش في الخط الثاني الاخضر اللي هان موجود. لقيت الكنترول، شايفين هالريجنت تاع الكنترول، اذا هذا الريجنت ما وصلش الكنترول معناته في مشكله في سير السائل في داخل اللي هو الفلتر بيبر، ما ينفعش اعتمد النتيجه اذا ما وصلوش. طلع طبعا هاي الكونجوجيتد هنا ارتبط مع خط الكنترول لاين، حطلع معاي الرياكشن هنا حيبين عندي بوز بين كلر، والخط الثاني تاع التست حيكون عندي فيه كلر. هل زياده بالريجنت بتكون خلصت. هاي صوره النتيجه تبعتي بعد ما طلعت. طبعا زي ما قلنا هذا هو الانتي انتي بادي محطوط في التست لاين اللي انا بدور على الانتي بادي تاع اللي هو البي تي اس جي، وهذا برضه انتي بادي الليبل بالماده الكونجوجيتد اللي بتعطي الكلر. هاي صورة للنتائج اللي بتظهر معاي. زي ما حكينا احنا بالنسبة لان تست تبعنا بيظهر بس في خطين، بلزميش الخط الثاني، يعني هذا الكت تبعه في اكثر من خط. المهم ان نطلع عليه ان خط الكنترول ظاهر، اذا خط الكنترول مش ظاهر الفحص هذا قلنا عنه انفاليد، بقدرش اعتمد النتيجة تبعته. هذا بالنسبة لمين؟ لطريقة اللي هو قلنا عن الرابيد تيست او اللي هي الكواليتيتيف ميثود اللي بتطلع معاي الرياكشن بس بوزيتيف نيجاتيف ريزلت. تمام. هاي الطريقه لاستخدامها للبوزيتيف نيجاتيف ريزلت اللي بنقول عنها الكواليتيتيف تيست، طبعا في الرابيد برجانزي تيست. اما لو انا بدي اعمل كوانتيفيكيشن بستخدم طرق ثانيه مختلفه اللي هي بتعتمد على تركيز المواد اللي هي بتستخدم فيها زي ما قلنا عنها اللي هي الإلايزا، بتستخدم فيها الإلايزا. هذه الإلايزا بيكون في عنا ولات حكينا عنها سابقا في المقدمه، هذه الولات بتكون فيها
أجسام مضادة مثبتة فيها، زي ما احنا اليوم بندور على أجسام عندنا بيكون يعني الويل، بدل ما هو موجود زي ما احنا شايفين بالصورة هيك، هي بتكون عن الولات، بيكون بداخل هذه الولات موجودة فيها أجسام مضادة سبيسيفيك ضد مين؟ ضد الهرمون اللي أنا بدور عليه اليوم اللي هو بيتا اس جي، حنرمز له مثلا بالصورة هاي اللي هو مثلا الدائرة هذه الزرقاء، هذا الهرمون إذا كان في العينة موجود حيرتبط مع مين؟ مع الأنتيبادي الموجود هنا حيشبك معه. طيب بعد كيف بنصير نعمل له ديتكشن؟ بنعمل له ديتكشن باستخدام أنتيبادي تاني سكندري، بيكون هذا الأنتيبادي موجود حيرتبط مع العينة، حيشبك هان معي في العينة. حيشبك هذا الانتيبادي هان في العينة، بكون هذا الانتيبادي ليبلد بمادة فلوريسنت، بكون ليبلد بمادة تانية فلوريسنت. هذه المادة هي اللي بتخلي هذا الانتيبادي يعطي عندي اللي هو الكلر. هنا بكون عندي مثلا انزيم، عشان بسميه ايه انزيم، هذا الانزيم بحط له السبستريت تبعته، ممكن تكون طبعا لونها اخضر، هاي السبستريت تاعت الانزيم حتتفاعل معاه اذا كان الانتيجين موجود. مش موجود هذا الانتيجين مش حيكون في هذا الليبل انتيبادي، مش حيرتبط، مش حيصير هذا التفاعل. تمام، هاي صوره لفحصنا احنا اليوم باستخدام الاليزا ككوانتيتيف تيست. بيكون زي الطريقه بسميها هذه الطريقه ساندويتش، بيكون في انتيبادي بعدين انتيجين بعدين انتيبادي ليبلد، هذا بنسميها ساندويتش. تمام، نرجع لآلية الفحص. طبعا نحن اللي اشتغلناه في المعمل كان هو من الرابيد تيست، اشتغلنا على كاسيت زي ما شفنا فلتر بيبر، وحطينا العينه، العينه كانت عندنا عينه سيرم ماخوذه في الفيرست مورنينج. ملاحظة مهمة جدا انه العينات اللي بدي اخذها لليورين لازم تكون عينة مجموعة في الصباح الباكر. ليش تفضل عينة الصباح الباكر للستات؟ لانه بكون تركيز الهرمون بيتا اس جي هي بتكون نامت الى 8 ساعات ما دخلتش الحمام. العينة الفيرست مورنينج بتكون هذه عينة مجمعة في المثانة من فترة شغل 8 ساعات تقريبا وهي نايمة. هذه العينة بتكون تركيز الهرمون فيها بكون اشماله اعلى ما يمكن، افضل فتره ممكن نفحص فيها الفحص. طيب بنفع نفحص في اي وقت ثاني؟ بنفع، لكن النتيجه تبعتي ممكن تطلع بالذات في اول مراحل الحمل بتكون قليله كثير، فبتطلع معي فوز نيجاتيف. فيفضل انه عشان نشتغلها تكون السنسيتيف السبيسيفيك جراف بتاعت السامبل تبعتي حوالي اللي هو اعلى من 1 لبوينت او 10، اللي هي يعني تكون قيمه السبيسيفيك جراف تبعته عاليه بحيث انه العين ما تكونش مخففه كثير. تمام، هذا العينه انا بدي افحصها في اي وقت ثاني، بفضل العينه تكون في اول الصباح الباكر. طيب العينه اجتني، حصلنا على عينه، لازم العينه تحت اليورين اللي انا بجمعها اذا كنت اشتغل على يورين هذا الكلام، لازم عينه اليورين تبعتي تكون في كونتينر نظيف ما فيش فيه اي مواد اضافيه، يعني مش في اي علبه، لازم تكون كاسه نظيفه مش محتوي اي مواد، لانها بخاف تاثر على اليه عمل الفحص اللي هو الانزيمات والانتيبادي وارتباطها. إذا كانت العينة أنا مش هقدر أشتغلها immediately يعني مباشرة، بفضل أن أحفظها بالثلاجة على درجة حرارة 4 درجات سلسيوس، هذه 4 درجات سلسيوس. تمام؟ طبعا العينة هذه قديش مدة حفظها؟ بتظلها تقريبا لمدة يومين، بتظلها لمدة يومين، ممكن أكون حافظها بالثلاجة لمدة يومين، هذه العينة اللي هو اليورين. إذا العينة بدها تطول أكثر من هيك عينة اليورين مش هقدر أعمل فحص اللي هو الحمل لها، بحط عليها اللي هو البوريك اسيد، هذا بيعمل حفظ للعينه لفتره اطول تاعت اليورين، بقدر اشتغلها بعدي. طيب العينه كانت محفوظه بالثلاجه بدي اشتغل عليها، بنفع اشتغل عليها مباشره؟ لا بنفعش، لازم الشغل على العينات عشان هيكون في انتيجن انتيبادي رياكشن وانزيمات، لازم العينه تاخذ درجه حراره الروم تمبريتشر، والريجنت كذلك، الرياجنت والادوات اللي بدي اشتغل استخدمها لازم تاخذ درجه حراره الروم تمبريتشر قبل بدايه العمل. طيب العينه تاعت اليورين، لو افترضنا انه عينه اليورين اللي استلمناها عينه مش كلير، ايش بدي اعمل معها؟ اي عينه بتجيني عينه اليورين اذا كانت العينه نفسها مش صافيه، المواد تاعتها المكون اللي لها مش صافيه، يعني فيها تربيديتي، فيها انا شايف فيها بعض الشغلات
بداخلها. في الحالة هذه العينة تبعتي اللي أنا بدي أشتغل عليها لازم إيش أعملها؟ سنتر، لازم أعملها سنترفيكيشن، أتخلص من المواد الموجودة فيها. بعد ما على السوبر نت تبعها، على السوبر نت تاع العينة، بعد السنترة بفحص وبقيس اللي هو الحمض، باخذ منها وان دروب يعني، بحطها على الكاسيت تطلع معي. طبعا بستنى على الكاسيت حسب المدة تبعته، دقيقة أو دقيقتين أو 3 دقائق على حسب الكاسيت اللي أنا شغال عليه. ظهرت النتيجة بوزيتيف زي ما احنا شفنا بالصورة في الباوربوينت، أنا في الكاسيت ظهر معي خطين، معناته النتيجة بوزيتيف زي ما شايفين، ولو كان الخط على التست فاهي. ظهر خط واحد للكنترول، معناته النتيجة ايش؟ نيجاتيف. فش التست يعني النتيجة نيجاتيف. طبعا طب ظهر عندي خط التست وما ظهرش الكنترول، النتيجة زي ما قلنا انفاليد، لازم اغير الكاسيت واجيب كاسيت تاني جديد غيره بداله. طب ما ظهرش اي شيء، برضه نفس الشيء، لازم خط الكنترول يكون ظاهر. لو فيش خط كنترول معناته زي ما قلنا المواد والرياجنت اللي موجودين هنا في العينة ما مشتش وما وصلتش لعندي وتفاعلت مع الكنترول، فهنا بكون مشكلة في داخل فلتر بيبر، بنفعش اعتمد النتيجة تاعت الفحص تبعي. طيب قديش النورمال ليفل اللي بيطلع معاي الفحص عندي بوزيتيف؟ النورمال ليفل بشكل عام للناس اللي هو ميل او فيميل، مش يعني ما عندهم مش حامل، اللي هم نون بريجننت فيميل والميلز، بيكون بالعادي اقل من 2 انترناشونال يونت لكل لتر من اللي هو من الهرمون، يعني القياس تبعه بيكون اقل من 2. هذا الناس الطبيعي النيجاتيف. بالنسبه للنيجاتيف للستات الحوامل، ست حامل وقلنا لها الفحص نيجاتيف، بيكون لما يكون التست تركيزه قديش؟ اقل، اللي هو الهرمون تركيزه اقل من 5 انترناشونال يونت، يعني من اقل من 5 الى بضم الاثنين، هذا بيكون عند الحاله نيجاتيف. طيب الحاله طلعت من 5 الى 25، ايش بنسميها هذه؟ هذه بتكون في مرحله متوسطه، يعني لا هي بوزيتيف ولا هي نيجاتيف، تمام؟ هذه بتكون في مرحله متوسطه. في الحاله هذه ايش بدنا نسوي نعمل لها؟ بنقول للست ارجعي بعد اسبوع او اسبوعين تعيد الفحص، لازم القيمه تكون اشمالها تضاعفت، لو هي حامل القيمه لازم تكون تضاعفت. طيب ظلت زي ما هي، معناته هذه في عندها مشكله وبدها تتابع دكتور نساء ولاده، تمام؟ طيب النقطة الأخيرة اللي هو الحالات البوزيتيف، اللي هي بيكون قيمة أكيد بيكون عندهم القيمة تبعتهم الهرمون بيتا اس جي أكثر من 25 انترناشونال يونت، يعني في الستيب لما بفحص أنا وبيطلع معي بوزيتيف، معناته هذول الحالات كانت عندهم تركيز للبيتا اس جي أعلى بكثير من اللي هو ال 25، يعني من 25 وطلع بيكون عندهم بيظهر عندي الفحص بوزيتيف. وهيك الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله إحنا جاهزين، أي استفسار أي سؤال برضو إحنا جاهزين.